هذا وتمكنت فصائل المعارضة السورية من إدخال شاحنات من المساعدات الغذائية والمحروقات إلى أحياء مدينة حلب الشرقية المحاصرة بعد 4 أيام من كسر الطوق عنها، وتشمل شاحنات المساعدات الخضروات والسكر والبيض والمحروقات. بعد حصار قاس جفف الحياة أوكاد، أسواق حلب ولأول مرة تفيض بالخضار والفواكه والدواجن. هذا بعد أن استطاعت الفصائل المقاتلة كسر الحصار على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة. يوم أمس دخلت سيارات عدة محملة بالخضار والمواد الغذائية والوقود عبر طريق الراموسة إلى الأحياء الشرقية قادمة من إدلب، وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فرحة سكان أحياء حلب الشرقية بعد أن امتلأت أسواقهم بالعديد من الحاجيات الضرورية لهم. سوق قوافل الخضروات والفواكه لمدينة حلب المحاصرة أصبحت لها الحمد لله رب العالمين حلبية ما تحاصرهم بإذن الله. ورغم إدخال كميات من الخضروات إلى الأحياء الشرقية للمدينة، ظل الخوف من عودة النظام إلى سياسة الحصار يسيطر على سكان تلك الأحياء، خشية أن يصبح مصيرهم كمصير سكان مضايا ودارية، ما دفعهم إلى التوجه إلى الأسواق والتبضع بكميات كبيرة لتخزين احتياجاتهم الأساسية قدر استطاعتهم تفادياً لأي ظروف مستجدة. عثمان عمر، العربية.